فرص، ولما راح برضه صانع اللعب اللعيب الجوكر مهم جدا للنادي الاهلي، دايما لما بيلعب باك يمين يلعب بجناح يمين، لما نزل الشوط الثاني كصانع العاب مكان وليد سليمان بيفرق بشكل مميز جدا. برضه كذلك شريف اكرام النهارده يمكن ما اختبرش بشكل كبير تسديدتين، ثلاث تسديدات واحده منهم جت هدف. ياسر ابراهيم قدم مباراه كويسه على مستوى قطع الكرات، ولكن برضه هو ايمن اشرف ما تمش اختبارهم في كرات كتير، يعني تقدر ان انت تقيمهم بشكل كبير. محمود وحيد النهارده عامل ست كرات عرضيه منهم ثلاثه صح، صنع منهم فرصتين. محمود وحيد بقاله فتره بعيد عن المباريات، وبالتاكيد مباراه زي دي ان هو ياخد فورمه المباريات ويعمل الكرات العرضيه الكتير دي اكيد هنكسبه ان شاء الله بعد 72 ساعه قدام الهلال السوداني. عمار حمدي في اول 45 دقيقه بصراحه كان افضل لاعب في النادي الاهلي في الشوط الاول، عمار حمدي يعني كان واحد من افضل اللاعبين للامانه. لو بصينا حتى يمكن هو عمل ثلاث عرضيات، كان من اكتر اللعيبه اللي بتحضر الهجمه من تحت في من ناحيه التمرير الطولي، كان يعني عمار حمدي كان واحد، بس هو افضل في نص الملعب. بس برضه طبعا افضل لما شفناه مع المنتخب، ولكن كان مقدم مباراه كويسه مكسب. من هو نجم هذه المباراه من خلال الارقام؟ من خلال الارقام وليد ازارو اليو ديانج الاثنين. وليد ازارو رقم واحد طبعا، مسجل هدفين ومتسبب في ضرب الجزاء. رقم اثنين اليو ديانج، رقم اكتر لاعب قطع كرات، اكتر لاعب استعاد الكره الثانيه، اكتر لاعب عمل محاولات على المرمى اليو ديانج بالتاكيد، غير ان هو صنع هدف. جيرالدو في 45 دقيقة عمل حاجات ما عملهاش الأجنحة اللي كانت موجودة، وبالتالي يستحق برضه تقييم أعلى، يعني الأربعة اللي هم العاليين أزارو، أحمد الشيخ، جيرالدو، أليو ديانج. تمام، إذا زي ما حضراتكم شفتوا ده تقييم الأرقام للاعبي النادي الأهلي. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور أحمد. شكرا. وألف مبروك صعود النادي الأهلي لدور ال 16. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل كابتن أيمن دجيش نتكلم عن أهم الحالات التحكيمية في هذه المباراة.